ما انت قرى فعلا قرشان الله بعزك تاني وخربت بيوت يا خراشي. ايه ده يا بنت شعيب الكلمات دي؟ والله الكلمات دي انت مرات ابني زقك علي. انا عارفه هي لولا السفره وعمايلها والله شكلك صاحبتها. انت اللي مش حلوه. انت الانتين انت ليه الانتين؟ ايوه انت الانتين بتاعتها صح. هي قالت لي عندها صاحبه انتين اكيد انت. ايوه بس صراحه انت صودا من جواكي وتخرب البيوت. لا يا اختي ده انا حتى الوانات ملعلعه اهو. لا لا من جوه ولا. من جوه. لا ولا هو جوه زي برق. بقول لك ايه شكلك انت اللي شريره وهتضايقيني. كنت يعني ناوي اجوزك لابني بس خلاص هو بقى. مش متجوز. كنتش هتلاقي حمه زي كنت هتطلقه من البيت لولا. اسكتي بقى حرام عليك. هتقولي هودي كده هتخربي بيتهم. لا يا بنتي ده انا قلبي عليه والنبي كده قلبك عليه. يعني لما تشردي عياله غلاويه يا حبيبتي. هي اللي غلاويه برضو. لا هي بنتي مش عجباني. مش انا اللي اخترتها هو اللي اختارها. وما يختارها وفيها ايه لما يختارها؟ لا اختياراته منيله مش عجباني. ايه مش عاجباكي في ايه؟ هي عشان هو اللي اختار المفروض يعني. انا بقى مامته انا اللي اختار له اللي على هواه زي يقول لي لا عشان ياخد البنت المحفلطه دي. طب مش المفروض الراجل او الشاب بيختار شريك الحياه؟ لا ما يعرفش مصلحته. انا اعرف ايه مصلحته بقى. انا كنت عايزه واحده تشني لكن دي شالتني ونكتتني. عايزه واحده تخدمك. طب ما تجيبي واحده تشني. لا تاخدي ابني مني بتاعي هي. انا كنت اتجوز واحده الحياة. لا السنه انا ماشيها. لا مش حاجه اسمها كده. لا هو دي دماغي. هو ده سواد ده بقى. لا والله هم بيترجموها كده لكن ده انا غلبانه. المفروض ابنك هو اللي يختار شريكه حياته. مش من حقه. طول ما انا عايشه انا اللي اتحكم في حياته. يعني لازم تموتي عشان العيال تبقى عايشه سعداء؟ ده امر الله. ده امر الله يا شيخه. لكن طول ما انا عايشه انا اللي اتعامل. مش حرام؟ لا حرمه عيشتها البنت مرات ابني دي. حرام عليكي. لا مش حرام. انا عملتش شيء. انا قاعده بتكلم عادي اهو غلبانه لكن في النهايه اميره عمل اللي على دماغه. اميره أنا اميره اموريه. اسكتش. ما انا واخده بالي مظلومه في الحياه دي قوي. ما انا شايفه ان انت عماله تخربي البيت. هي كانت بتعمل كده بس عماله تخربي. او النبي انا مش هتكلم. شايفه نفسي اميره على طول. اميره قوي ومش خربت بيوت. لا خالص. ولا بتكلمي ابنك تقولي له مراتك عملت وسوت وخلت. ولا بقول له طلقها وانا اجوزك غيرها. ده انت جايباني انا. ده انا عروسه. والواد يقول لي والعيال. اقول له عادي يرميهم لها وتجيب غيرهم. والله جيب غيرهم يا ارانب. عادي. وابوي يقوم يرنوا علقه ويضربوا حقيقي وهو راجل ومخلف عشان ما اسمعش كلامي. حصل هذا حصل. وانت كده مبسوطه يعني؟ لما يروح يعكنن على مراته ويبهدلها انت كده مبسوطه؟ ما هو غبي ما عرفش يعكنن عليها ويسمع كلماتك. يعني لو سمع كلماتك هيضايقها ويعصبها. لا يبقى ابني ويضربها. رجع عليه وقلبي رجع عليه لحد الممات. ده انت جهنم وبئس. هخش الجنه حدفي كده بسبب جهنم. لا يا بنتي انت فاهمه غلط. اسكتي بس. مش هتعرفي الكلمات دي دلوقتي. انت منك لله.